السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب الفرقة الأولى العظماء، تحية من الله ليكم. معاكم أحمد عبد الناصر ثابت من الفرقة الرابعة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن إزاي نعمل إيميل على بنك المعرفة المصري. طيب أنا دلوقتي فاتح متصفح عندي على الصفحة الرئيسية، هكتب في البحث إي كي بي اللي هو Egyptian Knowledge Bank، هفتح أول لينك. طيب دلوقتي أول لما تظهر الشاشة الرئيسية اللي هي الهوم، يعني أول حاجة اللي هو كانت اللغة بالعربية هقلبها بالإنجليزي، على اليمين هنا أضغط على الإنجليش كده بقى بالانجليزي. من جنب الهوم من هنا هتك على كلمه ريجستر يعني تسجيل، هو عامل ايميل جديد. هنزل تحت ان اختار ان انا ساينتفك ريسيرش اند هاير ادكيشن، طبعا احنا مش باحث انما انا هاير ادكيشن اللي هو التعليم العالي اللي هو التعليم الجامعي، هضغط نيكست. بعد كده اختار يونيفرسيتي ستودنت واقول نيكست اللي هو طالب جامعي. يعني دلوقتي بقى مرحله تسجيل البيانات، هكتب طبعا الاسم الاول والثاني والايميل والرقم التليفون اللي انا عاوز اسجل عليه والرقم القومي اللي هو ناشن اي دي اللي هو الرقم القومي وتاريخ الميلاد، تاريخ الميلاد اللي مكتوب في البطاقة عشان هو بيوفق ما بينه وما بين الرقم القومي، لو في اختلاف بيرفض الكلام دوت. وطبعا الايميل يكون الايميل الجامعي، ان اقدر اسجل باي ايميل سواء جيميل او ايميل مدرسة او ايا كان، ولكن مش هيديني الاوبشنز اللي بيديها الطالب الجامعة في طب اللي هو من ابحاث من المجلات العلمية من كل الكلام ده، مش بيديني الحاجة دي، ما تبقاش مفتوحة ليا، فبالتالي بنسجل بالايميل الجامعي. هنأكد حاجة تانية برضو، محدش يعمل ابدا ايميل على بنك المعرفة برقم قومي غير بتاعه، محدش يعمل رقم قومي بتاع اخوه بتاع والدته بتاع والده. ليه؟ لان ده هيأثر قدام بعد كده. فاحنا نعمل ايه؟ لو انا مثلا عندي كنت جايب حساب من مدرسة ومسجل اصلا بنك معرفة بحساب بايميل بتاع مدرسة وعاوز اعمل، يبقى تستنى هنغير بس الايميل، هتفضل نفس الرقم القومي بتاعك القديم، ودي لها فيديو تاني ان شاء الله ازاي تغير الايميل بتاعك، بدل ما يكون ايميل بتاع المدرسة هتخليه ايميل الجامعة، او ايميل الشخص نخليه ايميل الجامعة. انما محدش اطلاقا يعمل ايميل خاص بيه برقم قومي بتاع حد تاني. تمام، هعبي البيانات دي ونرجع تاني ان شاء الله. بعد لما خلصت التسجيل هقول نيكست. ان انا كنت اتعمدت ان اكتب التاريخ غلط عشان يقول لي ان لا، ان كده تاريخ الميلاد مش متفق مع الرقم القومي، هو بيوافق ما بينهم، فانا كده ظبطته وحطيت التاريخ صح. وقول نيكست. تمام، طيب هنا نيجي بقى للصفحه المهمه. انا هفضل طبعا زي ما انا على يونيفرسيتي ستودنت، مش هختار خالص ريسيرش كده غلط، مش هاجي هنا اهو، هكون زي ما انا واقف على يونيفرسيتي ستودنت اللي هو طالب جامعي من الجامعه او المؤسسه، هختار جامعه حلوان. انزل تحت لقيت حلوان يونيفرسيتي اهي، فاكولتي هختار فاكولتي اوف ميديسن اللي هو الطب. تمام كده. نيجي بقى للجزء اللي فيه مشكله اللي هو ديبارتمنت والميجر، اللي هو لو بالعربي بيبقى قسم وشعبه، في الاثنين هكتب طب حلوان بالعربي. تمام، عشان دي اللي كانت عامله مشكله. بعد كده انزل تحت خالص وقول نيكست. دلوقتي نكتب الكابتشا دوت واقول له صح على ان انا موافق على التيرمز والكونديشنز، قول له نيكست. بعد كده هو هنا بيقول لي انت تقريبا خلصت، بس هو هيبعت لي فيريفيكيشن ايميل، هيبعت لي رساله تاكيد على الايميل الجامعي بتاعي، هقول له سبميت، وكده هو هيبعت لي رساله تاكيد على الايميل عندي. هو هنا بيقول لي ان انت خلاص سجلت الريكوست بتاعك تمام، ولكن انت بعتنا لك ايميل على الايميل الجامعي بتاعك عشان يتاكد منه، وبيقول لي هنا ان انت قدامك 72 ساعه علشان الاكتيفيشن لينك دوت ما يبقاش اكسبايرد، ما يبصش مني. فانا هروح افتح الاوتلوك بتاعي اللي هو الايميل الجامعي من عن طريق الاوتلوك اللي هي خدمه الايميل الالكتروني من مايكروسوفت، وافعل الايه البنك المعرفي. هكتب على جوجل اوتلوك زي كده، واول لينك اضغط عليه فوق على الشمال اقول تسجيل دخول، واكمل عادي خالص بقى اكتب الايميل بتاعي والباسورد واخش كده. دخلت على الايميل ودي رساله وصلتني من بنك المعرفه. لو حد عنده مشكله في ازاي يعمل ايميل او ازاي ياخد الايميل الجامعي بتاعه او ازاي يخش يسجل بيه ويعمل اعاده تعيين كلمه المرور وبعد كده يعمل مصادقه برقم الموبايل او بالايميل بتاعه الخاص، ممكن نعمل فيديو ان شاء الله مخصص لحاجه زي كده. هفتح الرساله، هيجي لي هنا، هو هنا هيديني اليوزر نيم بتاعي والباسورد، هعمل لوج ان عادي جدا على ارجع تاني لبنك المعرفه، اقول له ستارت يور جيرني، هفتح كاني بعمل ساين ان عادي جدا. تمام، طبعا في الايميل هكتب الايميل بتاعي اللي هو اليوزر نيم يعني، وفي الباسورد هكتب الباسورد اللي هم بعته لي في رساله واقول له ساين ان. دلوقتي انا دخل معايا تمام جدا، بيقول لي بقى غير الباسورد،
يعني انا خلاص دخلت الباسورد القديم، هنا بيطلب مني اغير الباسورد، فاحط الباسورد الجديد اللي انا عاوزه واقول له سيف بس كده. احنا تمينا وعملنا الايميل بتاع بنك المعرفه، واقدر انا اوصل لاي حاجه انا عاوزها من بنك المعرفه. لو حد بعت لي مثلا لينكات او دخلت على السورسز من هنا ودورت على اللي انا عاوزه، كل اللي يخص الدومين بتاع طب حلوان مفتوح لكم ان شاء الله بالايميل الجامعي اللي انتوا دخلتوا بيه دوت. لحد هنا انا شاكر لكم جدا، واتمنى اكون افدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.